واحرج الزوراء. لكن انا اتحدث عن 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 اسم الزوراء، عن اسم الزوراء احمد جلال. يدخل الى ارضيه الميدان، نعم احمد جلال يدخل الى ارضيه الميدان بدل من احمد جلال المحاول. هذا موهوب. مكير صغير يحاول بالمرور، ركله جزاء لمصلحه الزوراء. نعم ركله جزاء ورقه رابحه لاحمد جلال، ورقه رابحه باول كراته ومروره وتمريرته، ركله جزاء لمصلحه الزوراء. الكره اللي لو دخلت وزاره الشباك ستغير مجريات هذا اللقاء. علاء عباس نحو الاقتراب من صداره الهدافين. علاء عباس حقيقه الشوط الثاني مختلف تماما عن الشوط الاول، وبالتالي المحاوله وهذه هي علامه الجزاء. لاحظ بديل ناجح وتحدثت عنه في الشوط الاول، وطلبت ان يعطوه فرصه بنادي الزوراء كي يقدم اوراق اعتماده، كي يقدم اوراق اعتماده. هي من ستتكلم الكلام لمن سيكون على لو سرهنج، على لو سرهنج، على بالمرمى سرهنج. الله يزأر سرهنج كالاسد، يزأر سرهنج كالاسد. نعم تصدى لركلة الزوراء وحرم علاء من تسجيل أول الأهداف. الله على الكرة.